السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الأعزاء، رجعنا لكم فيديو جديد. طريقة تفعيل بصمة الأصبع في أغلب الأجهزة الجوالة. تابعوا وياي الخطوات البسيطة ولا تنسانا من اللايك والاشتراك في القناة حتى يوصل لك كل شيء جديد. طريقة تفعيل البصمة في الأجهزة الجوالة، نذهب إلى الإعدادات، بعد الدخول إلى الإعدادات ننزل إلى الأسفل، نختار الشاشة والقفل، وراها نختار بصمة أو نوع قفل الشاشة. عندك هنا السحب لا يوجد أمان، النمط، رقم BIN وكلمة المرور وبصمات الأصابع. نضغط على تفعيل بصمات الأصابع، نضغط متابعة، مسح البصمة، ننتظر حتى وصولها إلى 100%. حتى ياخذ جميع البصمات على الأصبع، وهذه تمت إضافة البصمة مثل ما جاي يشوفون حاليا. تمت إضافة البصمة وتم تشغيل القفل بواسطة بصمة الأصبع. إذا ما لقيتها بضمن الخيارات فقط تكتب في البحث بصمات الأصابع، ظهر لك عن طريق التعرف على الوجه بصمات الأصابع. إذا حبيت تضيف بصمة نضغط على بصمات الأصابع، نفتح القفل BIN أو النمط، نقوم بإضافة بصمة أصبع آخر من خلال الزائد. أتمنى تستفادون من الفيديو ولا تنسونا من اللايك والاشتراك في القناة حتى يصلكم كل شيء جديد. مع تحياتي للجميع.